يبارك هذا الجهد الذي تحرك للقصاص من أولئك المجرمين، ونتمنى أن يكون هناك محاكمة حقيقية لرأس النظام في المحكمة الدولية في لاهاي. في قصة صغيرة أنه هذا المجرم السوري واللي أجرم ونكل بحق الشعب السوري ما كانت محاكمته في سوريا. صرنا نتأمل خير أنه بكل واحد مرتكب جريمة أو مرتكب جرائم بحق الشعب السوري، من معتقلين لأطفال لنساء، فمعناتها الأمور بخير إن شاء الله. طبعاً نحن نؤيد كل شيء عليه جرائم ضد الإنسانية وضد الحرب يتوقف، إن كان من ضباط الجيش سابقاً ولا مخابرات ولا أفرع اللي كانت عند النظام منشقين أو غير منشقين. نطالب المجتمع الدولي والحكومات الأوروبية بفضح كافة المجرمين الذين استباحوا دماء السوريين في المعتقلات وفي الحرب الموجودة. أنور رسلان مجرم هو، وكثير من الناس اللي طلعت على أوروبا بعد 2013، لأنه بال 2013 كان الميزان ميزان الثورة باتجاه صعود، يعني كان في عنا نصر. يا ريت كان من الأولى يحاكموا ضباط ما زالوا على سدة الحكم، ما زالوا عم بيقتلوا وعم بينكلوا وعم بيأجرموا بهذا الشعب. هي شكر للناس اللي اشتغلت لهي المحاكمة، نطلب منهم المزيد من محاكمة الأشخاص اللي تورطوا بالدم السوري. بنناشد نحن كل هاي الدول انه اي شبيح عندهم او اي عميل كان للنظام او اي ضابط، لانه يعني ياخذوا اصعب من هذا القرار بحقهم. انور رسلان باذن الله يعني بدايه لمحاكمه الجميع باذن الله. يعني هاي خطوه ايجابيه من الحكومه الالمانيه وهاي بتحسب لها. هذه خطوة صحيحة، لكن يجب أن لا تقف عند هذا الحد، يجب أن تكون شاملة موسعة تشمل المحسوبين والشبيحة والمتورطين في جرائم النظام صراحة، وخاصة ممن لجأوا إلى الدول الأوروبية. بكل تأكيد مع محاكمته، لكن بنفس الوقت يحز في قلبنا وجود الكثير من المجرمين الذين ما زالوا مع نظام الأسد المجرم ولم يتم محاسبتهم في محاكم ألمانيا ومحاكم أوروبا وغيرها. نأمل ونتمنى أن تكون هناك محاكم عادلة لكل المجرمين ولكل القتلة والسفاكين. نطلب شغلة، نحن من الدولة الألمانية والاتحاد الأوروبي أو الدول العالمية التعاطي بهذا الأمر على مبدأ العدالة والمساواة. إذا كان ثابت عليه أنه فعلا في ارتكب جرائم حرب، والتعاطي بنفس الموضوع بما يخص عناصر النظام الذين ذهبوا إلى ألمانيا أو معظم دول أوروبية. الأمر المحزن والأمر الذي يحزن السوريين هو المحاكمات الانتقائية التي تتم في حين الجلاد الأكبر وقاتل السوريين الأكبر لا يزال فارا من العدالة ولا يزال يبطش بالسوريين، هو وحليفه الروسي ورؤوس إجرامه ونظامه. محاكمة مجرمي الحرب في سوريا من النظام الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق السوريين، خاصة أن هناك فيتو مزدوج روسي صيني يمنع محاكمة النظام في محكمة الجنايات الدولية أو محكمة العدل الدولية في لاهاي. يعد انتصار للثورة ولأهالي المعتقلين ولأهالي الشهداء في المحرر، ونتمنى محاكمة كل الضباط ومجرمي الحرب في سوريا يساعدوا النظام، ونتمنى محاكمة المجرمين وحزب الله والميليشيات الطائفية اللي كمان عذبوا وقتلوا في الشعب السوري. ونحن منطالب بمحاسبة رأس هذا النظام واللي في كتير إدانة بحقه من ارتكابه لجرائم الكيماوي والعديد من المجازر في حق أهلنا في الشمال السوري. ولازم هالشي هذا، وهي مبادرة طبعا حلوة، بس ولكن تأخروا كتير، يعني شعب استنوا والله يلحق الحمل في الدلو. نعتبرها خطوة إيجابية بما أنه من بداية الثورة لحد الآن هذا أول حكم، يعني نعتبره نحن إيجابي. إن شاء الله إن شاء الله تكون خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاكمة المجرمين وكل من تسبب في أذية لأبناء الشعب السوري. نشكر دولة ألمانيا على المحاكمة بحق هيك مجرم.